فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ومع هذا ظهر حتى في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من يدعي النبوة وهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. المسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، فقتل الأسود العنسي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة فإنه بقي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم حتى قضوا على فتنته وراح الله المسلمين من شرهم. ثم جاء متنبئون والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم 30 وكلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا العدد أو أكثر حتى الآن، ولكن الرسول أعطانا الخبر حيث لا ينطلي علينا تصديقهم أو ترويج باطلهم، فنحن نكفر بهم ولا نتوقف في ذلك أبدا لأنهم كذبة والكذاب لا يصدق. ومن آخر من عرف الآن وله أتباع القادياني، غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الباكستان وله أتباع يسمون بالقاديانية والأحمدية، ولذلك حكم المسلمون بالإجماع بكفر هذه الطائفة ومنعوها من دخول بلاد المسلمين، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي كذلك أخبر أنه لا نبي بعده، وأن كل من جاء يدعي النبوة فإنه كذاب يجب قتاله واعتقاد كفره وكفر من آمن به.